الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب فضل الغدوة والروحة. قال المصنف رحمه الله: لا لا، هات بس بس، هو ثلاثة صحيح؟ خلاص، أول الإسناد في أول واحد والراوي الأعلى عشان هيقيم الصلاة. أنا قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثبت أمين، مر علينا كثير. وعبد الله بن سعيد، نعم، مقرونا به. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر مر علينا كثيرا وهو من الثقات. قال عن ابن عجلان. ابن عجلان وهو من الثقات أيضا. قال عن أبي حازم، وهو أيضا من رجال الكتب الستة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. سأبين لك كيف يكون الطلاق السوري إن شاء الله. السؤال أنت تجاوزت كثيرا، السؤال بتاع الأخت كررته كثيرا وأنت تغض الطرف عنه. طيب إن شاء الله بعد الشرح. هنا فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. قد بينا بأن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سلام الإسلام، وهو من أفضل الطاعات، بل هو أفضل الطاعات على الإطلاق لحفظ حياد المسلمين. والذين على الصغور أو الذين يرابطون هم من أفضل الناس، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مرتبة الشهيد هي من أرقى المراتب، وقد بيّنها الله في الكتاب. وأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هو الأصل هنا في هذا الخيرية في المقارنة. قد قال بعض العلماء: ليست المسألة على المقارنة بين الدنيا والآخرة، لأنه لا مقارنة أصالة بين الدنيا والآخرة. الدنيا لا تسوي شيئا بالنسبة للآخرة. الله تعالى قد بين مكانة هذه الدنيا بقوله جل في علاه: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما روى للدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. الدنيا دنية دنيئة لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه. فكيف تقارن بالآخرة؟ هو الكلام هنا على أنها المقارنة، حتى يظهر لنا، هو المقارنة بأنه لو أنفق الدنيا بأسرها لا يمكن أن يساوي شيئا في الآخرة، كما سيأتي شرح ذلك. أما في قول النبي لغدوة، والغدوة معناها الغدو، وهو السير في الوقت الذي من أول النهار إلى الزوال، يعني بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس، هذه الغدوة. وهذا الذي يكون فيه البكور، والبكور فيه ما فيه من البركة. وقد دعا النبي السلام لبكور الأمة، لا سيما إن كان في سبيل الله أو جهادا لرفع راية لا إله إلا الله. والروحة هو السير من الزوال إلى الليل. الروحة هو السير من الزوال. فإذا السير في هذا الباب وهذا المضمار كله خير وكله بركة، لأنه فيه نصرة للدين، وفيه إعلاء كلمة سيد المرسلين فيها إعلاء كلمة رب العالمين ونشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي قال: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله جل في علاه والجهاد لنصرة الدين خير من كل الدنيا التي لا تساوي شيئا. غدوة فعل الجهاد في سبيل الله غدوة أو روحة خير من هذه الدنيا وما فيها. وذلك بأن الله جل في علاه قد تكفل للمجاهد أن له الجنة، كما في الحديثين السابقين، بأنه تكفل له، كان ضامنا على الله جل في علاه أنه إن قتل تكون له الجنة، أو يرجع بأجر وغنيمة كما بين الله جل في علاه، وأخذ العهد على نفسه بذلك. والله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. فكأن الله تكفل المجاهد أن يدخل الجنة، والجنة الدنيا لا تقارن بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن معاذ بن جبل، قال: منديل سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه يقول: منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. منديل سعد، المنديل فقط، منديل سعد خير من الدنيا وما فيها. لذلك العلماء
قد قالوا في هذا الباب المقارنة ليست بين الدنيا والآخرة، بل كأن المقارنة لو أنفقت الدنيا بأسرها في سبيل الله وتقاعست عن غدوة أو روحة فإن عملك هذا لا يمكن أن يقارن عمل الذي قد أتى بالغدوة والروحة في سبيل الله نصرة لدين الله جل في علاه، لا موازنة بحال من الأحوال. ولذلك ورد روى ابن المبارك في كتاب الجهاد عن الحسن وهو مرسل عن الحسن قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة، وهذا يقصد بها غزوة مؤتة التي قتل فيها الثلاثة، جيشا فيهم عبد الله بن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أخرك؟ قال أحببت الصلاة مع النبي، شوف صلاة خلف النبي وهو يقول بذلك. فقال له النبي كلاما من ذهب اسمع، قال والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت ما فضل غدوتهم. والذي نفسي بيده، وهذا قسم ولم يستقسم، دلالة على أنه يقسم على أمر جلل. قال والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من قام لينصر دين الله جل في علاه، من قام ليحافظ على ثغور أهل الإسلام وحياض أهل الإسلام، أسد من أسد الله جل في علاه، عمله عند الله جل في علاه أفضل من الدنيا وما فيها. لو ملك الدنيا وفيها أو انقلبت الدنيا ذهبا أو فضة فأنفقها عن بكرة أبيها لله جل في علاه، والله ما أصاب سهما من سهام الذين قد أزهقوا أنفسهم نصرة لدين الله جل في علاه وأوقفوا أنفسهم لله حقا وصدقا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الغدوة أو الروحة في سبيل الله خير من الدنيا، يعني خير من كل الدنيا إن أنفقت في سبيل الله، لا أن تكون المقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، إذ لا مقارنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا ذلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، في سبيلك صدقا وإخلاصا وعملا لدين الله جل في علاه بضوابطها الشرعية، دون اندفاع ودون حماسة ودون عاطفة ودون روية ودون علم. اللهم اجعلنا يا رب العالمين لا نسير سيرا إلا بدليل، ولا نمشي مشيا إلا على كتاب الله وسنة النبي على ما يرضيك عنا، وأنت أرحم الراحمين. غدوة في سبيل الله جهادا لنصرة الدين أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فمن سار راحلا لطلب العلم فهو كالمجاهد الذي يسد ثغور المسلمين، فمن رحل للطلب وغدوة أو روحة فله مثل الأجر أو فوق هذا الأجر، لا سيما وأن نصرة الدين مرهونة كما قلنا مرهونة بالسنان وباللسان. الفوائد المستنبطة: وجوب الإخلاص لله جل في علاه، قال في سبيل الله حقارة الدنيا لا تساوي شيئا، الدال على خير كفاعله، الدال على خير كفاعله، فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة على الخيرية التي يسعون خلفها. لو في أسئلة تفضلوا، هات الأسئلة القديمة حتى يعني لو أقام الصلاة علينا يبقى أدينا ما علينا. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ما فيش سؤال غير الطلاق السوري. الطلاق السوري أن يذهب إلى المأذون أو اللي بيكتب الكتاب فيقول له اكتب ورقة طلاق لا أريدها ولا أمضي عليها، ورقة صورية يكتب فيها أنها طالق، ويبعث بهذه الورقة لزوجته يقول طلقتها، الورقة ورقة الطلاق عندك، ما يقول طلقتها حتى لا يدخل في الشبهة، لكن يقول هذه ورقة الطلاق عندك بين يدك أهي الآن، ويكون طلاقا صوريا ويحفظ الأخرى ولا يظلم ويتعدى فيقتل هذه المرأة التي تزوجها من أجل أن الأولى قد طلبت منه ذلك، ولا يجوز للأولى أن تطلب منه ذلك. طيب بعد هذا تحايل واجب يا أستاذة، هذا تحايل واجب لدرء المفسدة، ما قلت هي له أن يفعل ذلك حتى لا يعني هذه هو الرجل بين مفسدتين، مفسدة أن يطلق الأولى أو مفسدة أن يطلق الثانية، ويستطيع أن يخرج منها المفسدتين بربح كامل، وهذا اسمه فقه المصالح. تقول فضلا ما التوجيه في قول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، أليس النفي هنا بعدم إمكانية الرؤية في الدنيا وإمكانياتها في الآخرة؟
طبعا وقال لن تراني، هم يتمسك بأهل البدع على ذلك، يعني لن تراني تأبيدا، ولا ليس التأبيد، ولن يتمنوه وقد تمنوا الموت. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. حتى في الدنيا علقه على ممكن، لكنه لم يحتمل الجبل، كما قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فيكون الأمر هنا على أنه وإن كانت ممكنة فإنها لأنها علقت على ممكن، لكنها لا تحدث لضعف الإنسان. وهذه لا 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 يرد علينا هذا هذه الآية أو هذا الحديث على قولنا بأنه يمكن رؤية الله في المنام، هذه رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. نعم تفضل. بسرعة بس. تقول هل المقصود بالطلاق السوري أن المأذون يصدر وثيقة مختومة مسجلة في سجل أن الطلاق تم، وإذا كان كذلك هذا يعني أن الزوجة أمام القانون لم تعد زوجة، أليس كذلك؟ لا ليس كذلك، قلت يأتي لها بورقة من مأذون يستطيع أن هو يعني يجعل هذه الورقة كأنها ورقة الطلاق يظهرها لها، وبعد ذلك يأخذ الورقة منها حتى لا تأخذها عليه. المهم أنه يجعل الأمر أمامها أنه طلق امرأته، يوهمها بذلك، فأي طريقة تيسر عليه إيهام الزوجة الأولى بطلاق الثانية يفعله ويبقي على الثانية.